ما عندهمش الحق، لأنه وجودهم غير قانوني. الأجانب يجب أن يكون لهم بطاقة إقامة، من ليس له بطاقة إقامة لا يمكن أن يتصل لا بالسلطات. إذا دخل مركز متاع بوليس شرطة، مركز شرطة، هو سوف يدخل تحت طائلة القانون. والملاحظ أنهم يعملون خاصة في مجال الفلاحة في المخابز، وللأسف السوريون خاصة من النساء فهم يتسولون. لا، أنا الحق من الناحية القانونية، لأن إقامتهم غير قانونية، يجدون صعوبة في الحصول على شغل، وأغلب التوانسة يخافوا باش يخدموهم، معناه يخافوا باش يخدموا اللاجئين، لأنهم يعرضوا أنفسهم للمتتبعات قضائية وجزائية. في علاقة بالمشروع سوف يفتح الآفاق نحو تحسيس القاعدة العمالية من التوانسة، معناه يحسسهم أكثر بوضع المهاجرين، ويدفعهم إلى المطالبة بمعاملتهم بالند كالمعاملين التوانسة، ومطالبة بحقهم في عمل القار وتغطية اجتماعية وظروف عمل لائقة.